أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 69 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة بعد زوال يوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 4321 حالة. ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية قد بلغ 28609 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد إلى حدود الساعة الرابعة بعد زوال اليوم. وأوضح محمد اليوبي مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة في تصريح له أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 168 حالة إلى حدود الرابعة بعد الزوال، فيما تم تسجيل 150 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تمت الشفاء إلى 928 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.